أنا بشتغل حلاق رجالي، وهون عنا بالمنطقة يعني أنه طبيعة الحلاق نساء رجالي بنفس الوقت، نعم يعني ما فيك تفصل بيناتهم. نعم انت وأنا بتحلق لحريم طبيعة يعني، عملي يعني انت حلاق بتحلق رجالي يعني، انت بتحلق للرجال وحريم نفس المكان؟ تقريبا تقريبا. لا بنفس المكان يعني. والله هلا هو هيك، انا هلا حتى بالنسبه لشهاده سامع العمل ضمن المدرسه والدراسه ما فيني اخذها الا اذا ما كنت بتقن الشغلتين العملتين في ان واحد، والله. ما فيني اخذ الشهاده. هي ايه، زين. واحيانا بعض الاحيان بضطر والعالم والنساء بيسلموا علي في اليد، هل هذا يجوز في شوف الاسلام او انا بكون مجرم حرب بعد، ويجب ان احاكم اذا قلت اتق الله وغير وظيفتك. تعلم ليه؟ لاني عارف ما بتحصل وظيفه، وبعدين تمد يدك وتصبح هوملس في اوروبا وما حد بيصرف عليك، صح؟ والله ما بعرف شو يعني. انا يعني بالنسبه لي لو تركت وظيفتك في حد بيصرف ما في عليك ما لي دخل غيره يعني. ايوه، فانا بكون مجرم لو قلت لك اترك وظيفتك لا بقول لك فاتقوا الله ما استطعتم، الله اللي قال لك مو انا. الله لا شو لا، قال لك؟ بس انا من ناحيه نيتي، انا نيتي صافي لا انسى وجنب نيتك، العباد، بس نيتك مضطر انسى. اني مد ايده وسلم. الله يقول لك مو انا، انسى وسيم، حط احرقه، ما نريد وسيم. الله يقول لك محشور. فاتقوا الله ما استطعتم. الله يقول لك اتقيني بقدر ما تستطيع، اتي انا اقول لك لا بتتقي غصب عنك وممنوع، فاتقوا الله ما استطعتم. لا اله الا الله. علمت؟ الله يعافيك، الله يوفقك ويوسع عليك ان شاء الله. الله يسلمك، واذا صرت النار وجب احلق عندك. نعم.